مناسبة خاصة تجمعنا اليوم في زمن رهيب ومأساوي من أجل لسوريا. بالنسبة لسوريا تريدنا أنباء منذ زمن طويل عن عدد الضحايا على الأرض. الربيع السوري الذي بدأ في مارس أذار 2011 تحدث عن الديمقراطية والكرامة، ترك مكانا لصراع رهيب وتصعيد العنف. يتفرج يبدو إليه العالم، وهناك دول متورطة لا تكتفي بالنظر إلى ما يجري، تشعر بالمسؤولية، تقدم المساعدات. هذا التصعيد العنيف لم يتوقف، بل على العكس زاد حدة في الفترة الماضية. فكرنا قبل كل شيء يتوجه اليوم إلى ضحايا الأزمة السورية، إلى العائلات التي مستهدفة، إلى من تألم وعانى ومن يعاني، وبطريقة بنوع خاص منذ سنوات واليوم أيضا. نحن هنا اليوم وأمامنا هدف ليس حلما ساذجا في زمن الحرب، إنه ضرورة ملحة من أجل حل سياسي للأزمة السورية. جماعة سانت جيديو منذ زمن بعيد تحب العيش في هذا البلد، وخلال الأشهر الماضية وخاصة بشكل خاص أصغينا إلى صوت المعارضين، معارضي النظام داخل سوريا، المعارضة التي كانت موجودة منذ زمن طويل داخل سوريا، واجهت صعوبات كبيرة أكثر وأقل من اليوم. هناك من أمضى 14 عاما في السجن، مثل عبد العزيز الخير. هناك من أمضى 5 سنوات في السجن، شأن فايسارة. استمعنا إلى أشخاص كثيرين في سوريا عاشوا حياة بكاملها ويناضلون اليوم من أجل سوريا ديمقراطية تحترم كرامة الحرية والعدالة. هذه الأصوات، أصوات المعارضة السورية التي ترى شعبها رهينة للحرب والعنف، كان لدينا، كوننا انطباعا بأن الغرب لم يصغي بما يكفي إلى هذه الأصوات، لم يتعرف بشكل كاف على هؤلاء الأشخاص. هناك هنا اليوم شخصيات سورية عظيمة اختبرت بثقافتها وحكمتها عالمنا الغربي على فهم الصعاب الكثيرة، شأن ميشيل كيلو حيث منا. ونحن نحتاج إلى إصغاء إلى سوريا أكثر من الآن. ما هو الرد على السلاح والعنف؟ أنحتاج إلى مزيد من السلاح والعنف؟ كيف نشجع الديمقراطية؟
كيف نساعد هذا البلد المميز؟ قد يكون آخر بلد في العالم حيث هوية البلد، هوية الوطن، تساوي مفهوم التعايش. جميع الطوائف المسيحية، عائلات كثيرة مسلمة، شعوب مختلفة، دروز، طائفة دروزية، الأكراد، كلهم منذ آلاف السنين يعيشون معا. هذا لا ينطبق فقط على علم الآثار، إنهم يقدمون اقتراحا اليوم إلى العالم. كيف نعمل على إنقاذ سوريا هذه من الغوص في العنف الذي يترك على الأرض أشكالا كثيرة من الدمار ويهدد بالقضاء على حياة سوريا وجهاز البلد وطن بالكامل؟ لهذا السبب دعونا هؤلاء الممثلين عن صوت سوريا لنفكر معا، وعملوا معنا بالتعاون معنا على مشروع، على اقتراح يرمي إلى إيجاد حل سياسي للأزمة الوطنية السورية. أشكر الجميع على حضورهم هنا، كما أشكركم أنتم أيضا، وأترك الكلمة الآن إلى ماركو إمبياتسو، البروفيسور ماركو إمبياتسو، رئيس جماعة سانت جيديو، الجالس إلى جانبي، ماريو جيرو، المسؤول عن النشاط الدولي لجماعة سانت جيديو. نصغي إليهما ثم سنصغي إلى قراءة لنص النداء، نداء روما، الذي نتج عن هذه اللقاءات، لقاء هذين اليومين الذي سيوقع أمامكم. ونأمل ونتمنى بطموح كبير بأن نصغي، بأن نتمكن من الإصغاء ومن خلق فكرة لا توجد، ليست موجودة حاليا على الأرض، طريق سياسي، مخرج سياسي للأزمة السورية، لنقدم عناصر حتى لعالمنا وحكوماتنا نحن، لحكومات العالم كله والجماعة الدولية، كي نفكر في الوسائل الأنسب لمساعدة سوريا على إيجاد طريق الديمقراطية والحرية والأمن للجميع والكرامة. ماركو إمبياتسو. شكرا ماريو ماراتسيتي، أشكره أيضا على العمل الذي قام به خلال الأشهر القليلة الماضية باسم جماعة سانت جيديو، وعلى مساعدة اللاجئين وجميع الأشخاص الذين يتألمون جراء هذه الحرب. جماعة سانت جيديو أطلقت برنامجا في شهر نيسان لدعم الشعب السوري من خلال بعثات قمنا بها في المناطق، أصعب المناطق، بدعم من الجماعات الكاثوليكية، جزويت رفوجي سيرفيس والفرانسيسكان وجمعية الأرض المقدسة. سانت جيديو جماعة مرتبطة بسوريا منذ سنوات طويلة، كما تعلمون أن جماعتنا ملتزمة في الحوار ما بين الأديان منذ عام 1986، عندما جمع يوحنا بولس الثاني جميع الأديان للصلاة من أجل السلام في أسيزي. وما هو المكان الأنسب للحوار والديانات، لقاء الحوار والديانات، ما هو المكان الأنسب من سوريا؟ أريد أن أعرض عن احترامي وصداقتي مع الوفود الحاضرة، وخصوصا الأشخاص
الموجودين هنا معنا منذ بضعة أيام. وخلال هذا العمل الذي التزمنا فيه وراء أبواب مغلقة إطلالتنا العالمية وإطلالتنا الوحيدة هي اليوم تقوم لتقديم نص تمت صياغته بعد مفاوضات محادثات وقد يقدم سبيلا لخروج سلمي من الأزمات السورية. أصدقاؤنا الموجودون هنا معنا على هذه الطاولة كانوا مسرورين جدا لأننا دعيناهم إلى روما، لأن روما مدينة كما ترون في النداء تشير لدي تربطها علاقة مهمة مع سوريا والمتوسط، إنها مدينة معروفة جدا في هذه المنطقة من العالم. ومن الأهمية بما كان أن يحصل هذا اللقاء في روما، وعنوان النداء هو نداء روما، وهذا عنوان اختاره أصدقاؤنا السوريون ويذكرنا على الدوام بدعوة مدينتنا التي تساء معاملتها أحيانا، لكنها تبقى على صعيد دولي نقطة مرجعية، وذلك بفضل حضور البابا والكنيسة وبفضل أيضا تاريخها العريق. سوريا وإيطاليا بلدان يربطهما تبادل تجاري في أعلى المستويات. إننا نحتل المرتبة الأولى فيما يتعلق في مجال التبادل التجاري بين مع سوريا. أردنا أن نظهر إلى محاورينا السوريين صداقتنا، وأعتقد أن الكلمة الأساسية كانت كلمة صداقة في اللغة العربية، تعني صداقة. كان هذا اللقاء ثمرة لصداقة نمت خلال هذين اليومين، وكما قال أسقف سوري منذ زمن، في الصداقة هناك النصر، في الصداقة يوجد النصر. نريد أن نبحث عن نصر انتصار سياسي سلمي من خلال مشروع الصداقة هذا. ماذا قلنا لأنفسنا خلال هذين اليومين؟ سأقدم لكم تقديما موجزا قبل أن أترك للآخرين الكلمة. جماعة سانت إيجيديو تؤمن أنه في زمن الحرب، حيث يبدو أن السلاح هو الحل الوحيد، يمكن أن نبحث عن سبيل حل سلمي. كما قال ماراتسيني، جميع المحاورين تطرقوا إلى هذه المسألة، هم معنون بهذه المسألة، مسألة الحل السلمي، لأنهم يمثلون معارضة داخلية ديمقراطية سلمية. هناك أشخاص يقولون عن أنفسهم إنهم من دعاة السلم. وهذا أمر مهم جدا. نصف محاورينا أو أقل من نصفهم جاءوا من خارج سوريا، لأنهم يديرون المعارضة من خارج البلاد، ومعظمهم قدموا من الداخل السوري. العنف حتى وإذا بدا أنه مبرر يقضي على التوازن الهش في مجتمعنا، واليوم المجتمع السوري يرتكز إلى توازن هش جدا، والعنف يقضي على ما تبقى من هذا التوازن. أردنا أن نعمل على التعقل، على المنطق. يبدو لنا من العقلاني جدا، مع أن هذا الموضوع يبدو اليوم غير عقلاني، بالنسبة لنا من العقلاني جدا أن نتحدث عن حل سياسي وسلمي. نعم، إننا نسير بعكس تيار المناقشات المبسطة التي غالبا نسمعها في هذه الأيام عن سوريا، إنها مناقشات مبسطة ثمرت منطق الحرب، الصالحون ضد الأشرار،
الشرير ضد الصالح، الطرف ضد الطرف الآخر. كما قال مالاتيني، إذا أصغينا إلى صوت المجتمع السوري من خلال ممثليه اليوم في روما من المعارضة السياسية، فهمنا اتضح لنا أن الواقع أكثر تعقيدا مما يصور لنا. إذا ينبغي أن نتخطى التبسيط فيما يتعلق بالحرب. من المهم جدا بالنسبة لي خلال هذين اليومين أن المخرج الذي تم اقتراحه لا يعرض لأي للخطر التوازن تعايش داخل سوريا. جميع المناقشات التي جرت هذين اليومين في سانت جيليو انطلقت من قاعدة تؤكد أنه لا يجب أن نمس بتوازن التعايش، بميزان التعايش. كيف يمكننا أن نوقف العنف؟ هذا هو السؤال الكبير الذي وجهه أصدقاؤنا السوريون اليوم إلى الجماعة الدولية من خلال هذا النداء، كي تجني طاقاتها لإيجاد حل سياسي وألا تنقسم، لأن الجماعة الدولية منقسمة جدا اليوم حول سوريا، أن تبحث عن حلول جزئية، وهي تبحث اليوم عن حلول جزئية. نداؤهم هذا موجه إلى الجماعة الدولية كي تجني طاقاتها من أجل حل سياسي. إذن يبدو لنا أن التزام هذين اليومين، ومن هنا أبصرت النور أشياء جديدة لم نتطرق لنسمعها في مناقشات هذه الفترة، أنه برز صوت عقلاني في هذه الأزمة. هناك من يتساءل، هذه هي الطريق الثالثة؟ أقول بالأحرى أن الطريق التي إنها الطريق التي ينتظرها الأغلبية الصامتة من المجتمع السوري، إنها الطريق التي تنتظرها الأغلبية الصامتة من المجتمع السوري. سانت جيليو رافقت هؤلاء المحاورين لتعطيهم صوتا، ومن خلالهم تعطي الشعب السوري المتألم صوتا. هذا الشعب يتألم اليوم، ونحن نعرب له عن تضامننا العميق وعن صداقتنا. هذا الشعب يتألم ولا يعرف كيف سيكون مستقبله. في روما نبدأ بالنظر إلى مستقبل إلى أبعد يتخطى ضجيج الأسلحة، ضوي السلاح. هذا هو نجاح كبير برأيي وبرأي جماعتنا، جماعة سانت جيليو. من وجهة نظرنا إنه إذن نجاح تم تحقيقه خلال هذين اليومين. هناك مرحلة تالية ما بعد روما، لا ندري إذا كانت هذه المرحلة ستكون في روما أو خارج روما، يسرنا أن تكون في روما تلك المرحلة، هنا أو ربما في سوريا أو روما، دمشق، حلب، لا ندري، لاذقية، هناك مدن كثيرة مع أصوات أخرى ومواقف أخرى. هذه هي نقطة البداية. أشكر السادة السفراء الحاضرين هنا اليوم الذين يشرفون بحضورهم. أعتذر على الإشعار القصير الذي أعلن فيه عن هذا اللقاء. أشكر الصحفيين الذين هم من يساعدوننا على فهم الأوضاع الكثيرة في عالمنا اليوم، وأعتذر على الانتظار، أعتذر على دقائق التأخير، لكن كان يتعين علينا أن نضع اللمسة الأخيرة على هذا النص، وهي مسألة معقدة. شكرا، أشكر الجميع، وأشكر بنوع خاص أصدقائنا السوريين على حضورهم هنا بيننا وعلى اختيار هذا المكان للنظر إلى مستقبل سلام لبلادهم. سأترك الكلمة الآن إلى ماريو ماراتسيني، يريد أن يقدم الحاضرين. سأترك الكلمة الآن إلى اثنين من
الأشخاص الذين عملوا خلال هذين اليومين، وهما شخصيتان كباقي الحاضرين، شخصيتان مهمتين بالنسبة لنا، لأنهما يمثلان عملا شاقا وطويلا بدأ منذ عقود لبناء في وضع صعب، لبناء إعادة بناء دور المجتمع المدني والحريات المدنية والديمقراطية. سأترك الكلمة، ستكون هناك مداخلتان باللغة العربية. أرجو منكم أن تأخذوا السماعات، هناك قناة الإيطالية والإنجليزية، أرجو منكم أن تأخذوا السماعات. سأترك الكلمة إذن إلى فايز سارة، كاتب والصحفي يعيش في دمشق، ولد في منطقة دمشق، ويطلع بدور رئيس منذ سنوات في مجال بناء لجان المجتمع المدني، وطلع بدور في ولادة هيئة التنسيق الوطنية، ويطلع اليوم بدور أساسي في منتدى ديمقراطي. فايز سارة اعتقل لثلاث مرات منذ السبعينات، وأمضى أربع سنوات وسنة إضافية خمس سنوات في السجن. سنصغي إليه باهتمام وانتباه ونشكره على العمل الذي يقوم به. يا سادتي، شكرا لكم لحضوركم، شكرا لجمعية سانتي جو اللي وفرت هاي الفرصة لهذا النفر من السوريين، سيدات وسادة، ليحضروا ويحكوا في ويتكلموا في روما وبأروقة الجمعية. Canali per favore di traduzione. Ecco, English numero 2. Prego. Prego i traduttori di parlare. Ok. Prego, ricominciamo. Prego. Yes. سيداتي وسادتي، أشكر لكم حضوركم، وأشكر لجمعية سانتياغو ديجيديو الدعوة الكريمة لهذا النفر من السوريين اللي التقوا في أروقة وغرف هذه الجمعية من أجل البحث في موضوع هو أهم المواضيع بالنسبة لثورة سوريا ولشعب سوريا اليوم، وهو البحث عن حل سياسي للأزمة المستعصية والتي أدت خلال عام ونصف إلى وفاة واستشهاد عشرات الآلاف من السوريين، وإلى اختفاء أكثر من 70,000 سوري، إلى دمار مدن وقرى، وتهجير أكثر من 2.5 مليون سوري، سواء منهم من نزح داخل سوريا بين قرى ومدن مختلفة، والذين أيضا غادروا إلى بلدان الشتات وخاصة إلى الدول المجاورة. في هذا الظرف، في وسط هذه الصعوبات التي يعيشها السوريون، وما زال العنف مستحكما في هذا البلد الذي قدمه أصدقائي الإيطاليين بصفاته الحضارية والتاريخية الكثيرة، كان من المهم أن نبحث وأن يكون هناك فرصة للبحث عن حل سياسي نطلقه اليوم عبر نداء روما. هذه المدينة التي تربطنا كسوريين وتربط سوريا بها روابط في عمق التاريخ وفي عمق الثقافة وفي عمق حتى التدين، وأنتم تعرفون الروابط المشتركة القديمة. الآن هذه محاولة لإعادة إحياء
تلك الروابط وتعزيزها. في هذا المكان سيتلى هذا البيان الذي يقول أن هناك مسؤولية كبرى للمجتمع الدولي، وقد صارت أزمة سوريا أزمة خارجية، هناك مسؤولية كبرى للمجتمع الدولي بدوله وهيئاته المختلفة ومنظماته لأن يفعل شيئا. على الأقل هذا الشيء يبدأ من وقف القتل في سوريا، سواء كان قتل النظام أو قتل الذين يحملون أسلحة في سوريا، ولو أنهم يعني جزء منهم كان من ضحايا تلك العملية الهمجية للنظام التي ردت على المطالب الشعبية البسيطة من أجل الحرية والكرامة، من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان. بطبيعة الحال يعني يكون لديكم فرصة للاستماع إلى هذا البيان وتدوين ملاحظات، وأعتقد أنه سيكون هناك مجال من أجل يعني التشاور في بعض الجوانب. شكرا لكم، شكرا للمضيفين، ونأمل أن نلتقي في سوريا حرة ديمقراطية عبر طريق سياسي سلمي يقودنا إلى المستقبل. شكرا لكم. شكرا. سأترك الكلمة الآن إلى عبد الله عزيز الخير، أتمنى أن يحتل مكان، أن يأخذ مكان فيسارة لو يسمع لو سمحت. بدأ يناضل ضد الدكتاتورية في عام 1971، تعرض للملاحقة والاضطهاد لأسباب سياسية واعتقل عام 92، حكم على 22 عاما بالسجن من قبل محكمة الأمن الخاصة، وصدر عفو وخرج من السجن بعد 14 عاما. كان مؤسس وقائد الاتحاد الوطني الديمقراطي، شغل مناصب عدة، وهو اليوم أحد الأعضاء المؤسسين لهيئة التنسيق الوطني. نشكره على حضوره بيننا ونترك له الكلمة. مساء الخير. بداية أشكر جمعية سان إيجيديو وأشكر مدينة روما على ضيافتها لهذا الحدث المهم. ورد في عبارة سينيور ماريو في كلمته عبارة أعجبتني جدا: تكاد سوريا أن تكون الوطن الوحيد، البلاد الوحيدة التي تكون فيها هوية التعايش تساوي هوية الوطن. اليوم هذا التعايش مهدد، وأكثر من ذلك مجرد العيش البسيط مهدد. سوريا ليست بعيدة عن روما ولا عن إيطاليا، وبالتأكيد سوريا جار قريب لأوروبا ككل، ناهيك عن أنها في قلب الشرق الأوسط، وما يحدث فيها له تأثيرات كبيرة على الجوار وعلى أوروبا بالضرورة. نعم، ما يجري في سوريا هو قضيتنا نحن السوريين بصورة رئيسية، ولكن في الحقيقة وبحكم حقائق الجغرافيا وبحكم حقائق التاريخ هو قضية الإقليم وهو قضية المنطقة أيضا، وإذا أردنا أن نأخذ أبعاد الثقافة فهو قضية العالم أيضا. ما هي الرسالة الرئيسية التي نريد أن نوجهها كثمرة من لقائنا هذا نحن السوريين المعارضين الذين بدأنا النضال ضد الدكتاتورية منذ سنوات طويلة، ودفعنا سنوات طويلة من عمرنا في السجون، وبقينا متمسكين بآرائنا وبإصرارنا على نيل البشر لحريتهم وكرامتهم وعلى حق بلادنا في الديمقراطية. الرسالة الجوهرية التي نقولها لشعبنا في الداخل وللعالم ككل: السلاح ليس هو الحل، الحوار هو الحل، التفاوض هو الحل،
الحفاظ على السلم الاجتماعي وإتعاب الذهن وتقديم كل الوقت والعناصر الضرورية لإبداع الحلول للأزمات المستعصية هو الحل. السلاح يقتل ويدمر ولا يبني ديمقراطية ولا يصنع مستقبلا. هذه نقطة رئيسية نريد أن يسمعها كل أبناء شعبنا وأن يسمعها العالم الذي تردد وسائط الإعلام أو أغلب وسائط الإعلام فيه أصوات المقاتلين والدعوة للتسلح والدعوة للعسكرة والدعوة للتدخلات العسكرية الخارجية. سوريا بلد يمثل تعايشا فريدا وغنيا وهو على درجة من الرهافة والحساسية لا تتحمل العنف الوحشي. يهدد العنف تماسك النسيج الاجتماعي، ولأن هذا التماسك هو عنوان الوطن فإنه يهدد أيضا الوحدة السياسية لسوريا، وهذه كارثة. فيما إذا تركت الأمور تمضي بالطريقة التي تمضي فيها حتى اليوم منذ عام وأربعة أشهر، هذه كارثة ستطال آثارها الإقليم وستطال آثارها مناطق أبعد أيضا من الإقليم. لذلك توجهنا بندائنا إلى السوريين لنقول لهم إن السلاح ليس هو الحل، وتوجهنا بندائنا إلى العالم لنقول إن السلاح ليس هو الحل، وإن دعم التسلح والعسكرة والتغاضي عن النتائج الكارثية التي يقود إليها هذا العمل إنما يقود إلى الكارثة. نحن أكثريتنا على الأقل جاءت من داخل سوريا، ولقد عشنا وعانينا ما الذي يعنيه القمع الوحشي وما الذي يعنيه القصف من المدافع ومن الدبابات وما الذي تعنيه الحرائق وما الذي يعنيه خطف المواطنين الأبرياء لأسباب سياسية أو لأسباب جنائية، ولم تؤدي تلك الوحشية المعروفة جيدا في تاريخ السلوك البشري، لم تؤدي إلا إلى زيادتنا إصرارا على أن نحفر ولو في الصخر طريقا آخر لنبني سوريا المستقبل، سوريا التي يريدها الشعب السوري الذي هب في ثورة الحرية والكرامة ليقول نحن بشر ولسنا أشياء، نحن أناس لنا الحق في الحرية والكرامة والديمقراطية، وعلى النظام أن يصغي إلينا، فالبلاد بلادنا والسيادة لنا نحن الشعب، ونحن ننقل هذه الرسالة إلى العالم كله لنقول نرجو من القوى الكبرى في العالم وبشكل خاص من الشريك التجاري الأكبر لسوريا في أوروبا وهو إيطاليا، ومن شريكنا في التاريخ وفي حوض المتوسط وفي مرتكزات ثقافية وروحية كثيرة، ومرة أخرى أقصد إيطاليا، ونرجو عبرها من الاتحاد الأوروبي ومن العالم ككل أن يلعب دورا إيجابيا في الضغط على كافة الأطراف من أجل وقف أعمال العنف، أولا على النظام الذي بادر إلى الوحشية وإلى القتل وإلى التدمير وإلى محاولة إخضاع الناس بالوسائل الهمجية، وثانيا على القوى التي عبر الإقليم أو عبر مناطق أبعد تحض على التسلح وتحرض على التسلح وتحرض على العسكر، لنقول لهم بهذه الطريقة لن تخدموا مصالحكم ولن تخدموا الشعب السوري، بهذه الطريقة تدفعون بنا كشعب وكبلاد نحو الكارثة وتدفعون بمصالحكم إلى مواقع خطرة. مرة أخرى أكرر شكري لجمعية سانت إيجيديو على مبادرتها التي نكن لها احتراما كبيرا
وعلى كل ما قامت به من نشاطات لخدمة القيم الإنسانية، قيم السلام والعدالة في العالم. وأشكر روما المدينة الرائعة على استضافتنا لهذه الفترة، وأشكر لكم إصغاءكم. شكرا. شكرا عبد العزيز. الآن سنتوقف عند قراءة نص نداء روما، والذي سنقرأه سنستمع إلى الترجمة بواسطة السماعات. سيقرأ النص باللغة العربية، أنتم معكم النسخة الإيطالية أو الإنجليزية بين أيديكم، ثم سيتم التوقيع عليه من قبل الحاضرين. أعتقد أن هناك من بينكم صحفيين يريدون أن يطرحوا أسئلة، لكني أنصحكم بالإفادة من الوقت فيما بعد انتهاء المؤتمر الصحفي للقاء الأشخاص فردا وأن تطرحوا عليهم الأسئلة التي تريدون. سنقرأ إذن النص. سنطلب إلى زميلتنا صديقتنا أمال، كان إنها مسؤولة نقابية ناشطة ليس في دمشق وحسب، ولها علاقات مع قوى وجمعيات نسائية في مختلف أنحاء سوريا. ننتظر أن تحصلوا على نسخة النص بين أيديكم. وفيما ننتظر قراءة النص، أريد أن أقول لكم أن هناك بعض المسؤولين من بعض الجمعيات الثقافية والسياسية في سوريا لم يتمكنوا من الحضور لأن معركة دمشق أو تزايد الاشتباكات في الأيام الماضية حالت دون إتمام هذا السفر، فلم يتمكنوا من المجيء إلى روما، لكنهم يشكلون جزءا من هذا الجهد المشترك، وطلبوا منا أن نوجه لكم تحياتهم ونؤكد أنهم جزء من هذه الجهود. أفكر بحسين هوي وأسماء أخرى ستتعرفون عليها، أنهم شخصيات مهمة جدا. سنترك الآن المجال أمام قراءة النص. نداء روما من أجل سوريا. بإرادتنا نقرر مصيرنا وبأيدينا نبني مستقبلنا. تعيش سوريا الأزمة الأكثر مأساوية في تاريخها بفعل الحل الأمني العسكري في مواجهة الانتفاضة الشعبية المطالبة بالحرية والكرامة، وما أدى إليه من تعميم للعنف وتصاعد كبير في الخسائر البشرية والدمار العام. وإذ اجتمعنا لدى جماعة سانتيجيديو في العاصمة الإيطالية روما كمواطنين ننتمي إلى فصائل مختلفة من المعارضة الديمقراطية السورية الناشطة داخل البلاد وخارجها، نوجه هذا النداء إلى الشعب السوري والأطراف المعنية والجماعة الدولية. إننا نختلف في الآراء والتجارب، لكننا ظلنا ولا زلنا نناضل من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية وحقوق الإنسان، ومن أجل بناء سوريا ديمقراطية مدنية آمنة للجميع ودون خوف أو قهر. إننا نحب سوريا ونعلم أنها مكان تعايش أديان وقوميات مختلفة، وأنها تواجه اليوم خطرا محتقا يمس وحدة الشعب وحقوقه وسيادة الدولة. لسنا محايدين، نحن جزء من الشعب السوري الذي يعاني قمع الدكتاتورية وفسادها، ونقف بحزم ضد الممارسات الطائفية والتمييزية من أي طرف جاءت. ننتصر للمساواة في المواطنة، ونريد مستقبلا لسوريا وطنا للجميع يحترم الحياة والكرامة البشرية في إطار العدالة. يحتجز الحل العسكري الشعب السوري رهينة
دون حل سياسي يحقق مطالبه ويحمل العنف على الاعتقاد بعدم وجود بديل للسلاح، لكن الضحايا من شهداء وجرحى ومعتقلين ومفقودين ومشردين، إضافة للأعداد الكبرى للمهجرين داخل البلاد واللاجئين خارجها، تدعونا لتحمل مسؤولياتنا من أجل وقف دوامة العنف ودعم كل أشكال النضال السياسي السلمي والمقاومة المدنية بمختلف تعبيراتها، بما في ذلك عقد اللقاءات والحوارات والمؤتمرات داخل البلاد. لم يفت الأوان لإنقاذ البلاد، ومع الإقرار بحق المواطنين في الدفاع المشروع عن أنفسهم، فإننا نعتقد أن السلاح ليس هو الحل، ونرفض العنف والانزلاق نحو الحرب الأهلية، لأنهما يعرضان وحدة الشعب والدولة والسيادة الوطنية للخطر. نحن نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى مخرج سياسي للأوضاع في سوريا، وهذه هي الطريقة الملائمة للدفاع أيضاً عن مثلي وأهداف من يضحون ويعرضون حياتهم للخطر من أجل الحرية والكرامة. إننا ندعو مواطنينا في الجيش السوري الحر وكل من حمل السلاح للمشاركة في عملية سياسية تؤدي إلى سوريا سلمية آمنة وديمقراطية، وإذ نرفض أن تتحول سوريا إلى ساحة للصراعات الدولية والإقليمية. نعتقد أن المجتمع الدولي يتمتع بالقوة والقدرة اللازمتين لتحقيق توافق دولي يؤسس لمخرج سياسي من الأوضاع المأساوية الراهنة، يقوم على فرض فوري لوقف إطلاق النار وسحب المظاهر المسلحة وإطلاق سراح المعتقلين والإغاثة العاجلة للمنكوبين وعودة المهجرين، وصولا إلى مفاوضات شاملة لا تستثني أحدا، تستكمل بمصالحة وطنية أصيلة تستند إلى قواعد العدالة والإنصاف. نطلب اعتبار الأمم المتحدة الطرف الدولي الوحيد المسؤول عن تنسيق جهود إغاثة للسوريين ودعم صمودهم داخل وخارج البلاد. نتوجه بهذا النداء إلى جميع السوريين وخاصة الشباب منهم، ونقول لهم إننا سنصنع مستقبلنا بأيدينا، وسنتمكن معا من بناء سوريا ديمقراطية مدنية وتعددية. كما نتوجه بهذا النداء للمناضلات والمناضلين من أجل التغيير الديمقراطي في سوريا مهما كانت انتماءاتهم، من أجل التحاور والتنسيق فيما بيننا للانتقال إلى الديمقراطية على أسس العهد الوطني المشترك. نشكر جماعة سانتيجيديو على عملها ودعمها بحثاً عن حل للأزمة الوطنية السورية، وندعوها للاستمرار في مرافقة جهودنا وعملنا. روما 26 تموز لعام 2012، وشكراً.